محطة الفضاء الدولية رقما قياسيا جديدا. عاد رائد الفضاء الأمريكي سكوت كيلي والروسي ميخائيل كورنيكو ورائد فضاء روسي آخر إلى كوكب الأرض. البعثة التي أمضت 340 يوما على متن محطة الفضاء الدولية تعد هي أطول مهمة لبعثة فضائية أمريكية في التاريخ لمحطة الفضاء الدولية، حيث أمضى رائد الفضاء الأمريكيين والروسي وقتا أكثر من أي طاقم آخر بواقع مثلين. وخلال مدة بقائهما التي قاربت العام في محطة الفضاء الدولية، خضع كيلي وكورنيكو لتجارب طبية وأبحاث علمية في مسعى لمعرفة المزيد عن كيفية تكيف جسم الإنسان مع انعدام الوزن والبيئة عالية الإشعاع في الفضاء. وكان الهدف الرئيسي من تلك المهمة الأمريكية هو جمع معلومات طبية وهندسية استعدادا لرحلات محتملة إلى كوكب المريخ تستغرق نحو عامين على الأقل. ورغم أن تلك الرحلة هي الأطول في تاريخ محطة الفضاء الدولية، إلا أنه ما بين عامي 1994 و 1995 قضى 4 من رواد الفضاء في الحقبة السوفيتية على متن محطة الفضاء الدولية مير التي لم تعد تعمل الآن، قضوا مهاما أطول زمنا استمرت نحو 438 يوما. وعلى ارتفاع 400 كيلو متر من الأرض تحلق محطة الفضاء الدولية، وهي مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا، وتبلغ مساحتها حجم منزل مكون من 5 غرف نوم، وتكلف إنشاؤها نحو 100 مليار دولار. مكملين مع حضراتكم فقراتنا وتغطيتنا، بعد الفاصل نعود ونستكمل الأخبار. احتفاء بذكرى معشوق الجماهير إلفيس بريسلي، جاب آلاف المواطنين مدينة باركس الأسترالية في مسيرة كرنفالية بنفس الأزياء والشعر المستعار ونظارات بريسلي الشهيرة، الذي لا زال محطا لإعجاب عشاق الفن رغم وفاته منذ عشرات السنين. ومنذ ساعة الصباح الأولى بدأ التجمع لوضع لمسات الأخيرة على العربات والأزياء في أكبر عرض في التاريخ وفقا لمنظمي المهرجان لإحياء ذكرى ميلاد المغني الأسطورة. كان فيلم بريسلي فان إن أكابولكو الذي عرض في عام 1963 هو السمة الرئيسية للمهرجان، ومعظم المشاركين ارتدى بذلته في الفيلم أو ملابسه المستوحاة من الزي المكسيكي. طائر بطريق صغير دخل عالم الشهرة بعد دقائق من خروجه من بيضته بحديقة حيوانات مدينة كولومبوس الأمريكية، بعد أن حصل على نفس اسم المغني البريطاني الراحل ديفيد بوي. كانت وفاة الموسيقي الأسطورة بعد صراع مع مرض السرطان قد أثارت حزن جمهوره والأوساط الفنية في العالم، وهو ما دفع الحديقة إلى تسمية البطريق باسم ديفيد بوي بعد استفتاء نشرته على صفحتها بموقع الفيسبوك. بوي الصغير هو أحدث أعضاء الحديقة من فصيلة البطريق الصغير، أصغر أنواع البطريق في العالم، والتي تمتلك الحديقة منه 33، وهي الفصيلة الأكبر في الولايات المتحدة. يفضل البطريق الصغير على عكس بقية الأنواع درجات الحرارة الأكثر اعتدالاً، لذلك قد لا يستطيع الزوار رؤية بوي وبقية رفاقه حتى حلول فصل الربيع.
ووصلنا لفقرة اللقطات المضحكة من على اليوتيوب، ومعظمها بتبقى لقطات للأطفال. في بعض اللقطات لأطفال يرقصون مرحا وسعادة على أنغام الموسيقى وهم يحكون فنانين وبيحاولوا يقلدوهم. مشهد معروف جدا طبعا في كل البيوت، الأغاني المشهورة والأطفال بيحاولوا يرقصوا عليها. لقطات طبعا جميلة جدا، والناس دايما بترفع اليوتيوب المشاهد الطريفة والكوميدية بتاعت الأطفال. على جانب آخر نتحدث عن جانب التغذية السليمة والصحية. الدراسات لا تنقطع من الحديث عن الوجبات والأكلات والخضروات أو الفواكه الصحية عشان الناس تلتزم بأكلها بشكل يومي وتستفيد من فائدتها الغذائية. أحدث الدراسات الفرنسية اكتشفت أنه الملفوف زي ما بيقولوا عليه بلاد الشام، والكرومب زي ما بنسميه في مصر، بيحتوي على الألياف الغذائية الضرورية لعملية الهضم السليم للمواد الغذائية، لأنه بيحتوي على 2 من أهم المعادن هي الكالسيوم والبوتاسيوم اللي بينظموا مستويات ضغط الدم وبيحافظوا أيضا على مستوى السكر في الدم وبيخفف من حدة التوتر والإجهاد والقلق. أوضحت الدراسة أيضا أنه الكرومب بيبقي العظام والأسنان قوية بسبب الكالسيوم وفيتامين كي اللي بيمنع النزيف ويقوي العضلات والأعصاب. وأفادت الدراسة أنه الكرومب زي العديد من الخضروات الورقية الخضراء غني بمواد مضادة للأكسدة، وكوب واحد فقط يعطي ما يقرب من 50% من متطلبات الاستهلاك اليومي من فيتامين ألف وسي، كما أنه بيحتوي على بيتا كاروتين اللي بيقي من فقدان الرؤية. ونصحت الدراسة بتناول الكرومب سواء في السلطة أو في الطهي مع اللحوم والخضروات والشوربة. كلنا بنمضي أوقات طويلة جدا في الذهاب إلى العمل بشكل يومي أو الذهاب إلى البيت أو المشاوير اليومية المعتادة، وساعات الواحد بيقول يعني يا ترى أخذ مننا قد إيه وقت في حياتنا. أخيرا تم اختراع آلة حاسبة اخترعتها إحدى الشركات التكنولوجية الكبرى، بيمكنها حساب هذه المشاوير أو الطرق اللي بيقطعها الإنسان بشكل
بشكل يومي ولفترات طويلة. صحيفة ديلي ميل البريطانية ذكرت أنه لاستخدام هذه الآلة يتعين على مستخدميها أنهم يحددوا أولا أداة المواصلات اللي بيستخدموها، سواء كانت سيرا على الأقدام أو عن طريق الدراجة أو الأوتوبيس أو باستخدام مترو الأنفاق، ثم يقوموا بتحديد كم الوقت اللي بيقضوه في الذهاب يوميا بالدقيقة، ويتعين عليهم تحديد كم النقود اللي بينفقوها على هذه الرحلة سواء بالجنيه أو باليورو. وفي الصفحة التالية بيتم سؤالهم عن أعمارهم وكيف كانت حالتهم عندما بدأوا العمل والسن المنطقي اللي بيتوقعوا أنهم يتقاعدوا فيه عن العمل، في حين تظهر صفحات البيانات ما إذا كان ما ينفقونه جيدا أو سيئا أو بين الاثنين. دلوقتي وقفتنا مع المقترحات اللي بنقدمها لكم بشكل يومي للأمسيات الفنية والثقافية اللي هتشهدها مناطق مختلفة في مصر هذا المساء. وقفتنا الأولى عن بيت السناري الأثري اللي بيقدم في الساعة 7 من مساء اليوم حفل غنائي لفرقة بيبا في مقر البيت. نروح لفرقة تانية في ليها عرض النهاردة الساعة 8 مساء على مسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية، فرقة روائع النغم الفني.
وكده تكون انتهت جولتنا الإخبارية اللي مرينا بيها على موضوعات كتيرة.